معي من المنامة عضو لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جمال بو حسن. مساء الخير، أهلا بك معنا سعادة النائب. هل ثمت ما يمكن إضافته بداية من تفاصيل؟ طبعا ما لا شك فيه بأن ما أذيع من خلال بيان وزارة الداخلية هي معلومات عن هذه الخلية الإرهابية، وطبعا مما لا شك فيه بأن يعني ما قامت به الأجهزة الأمنية من مجهود كبير ومميز يثبت فيما لا يدع مجالا للشك بأن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين يقظة وتقوم بواجبها على أكمل وجه لحماية الأمن الوطني في مملكة البحرين. أما بخصوص هذه الخلية الإرهابية فهذه الخلية الإرهابية تابعة لسرايا الأشتر التي يقوم الحرس الثوري الإيراني بدعمها وتدريبها، فبالتالي هذه إحدى الخلايا الإرهابية العنكبوتية التي تتكون منها سرايا الأشتر. سرايا الأشتر هي الرأس المدبر لجميع هذه الخلايا الإرهابية، وهناك خلايا نائمة ونحن على علم بها كأجهزة أمن في مملكة البحرين. أضيف إلى ذلك بأن هناك سيتم إن شاء الله تعالى الإعلان عن خلية أخرى، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة. نعم، طيب قلت وذكرنا بالبيان ورد يعني بأنه مدربة هذه الخلية على يد الأشتر تابعة للحرس الثوري الإيراني. هل من تعامل كان وتعاون غير موضوع أنها مدربة هناك تعامل فيما يتعلق بالخطط التي كانت تنوي القيام بها؟ طبعا هذه الخلية الإرهابية تخطط لأعمال إرهابية في شوارع البحرين وفي الأماكن العامة، وقد تؤدي هذه الأعمال إلى قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وهذه تستهدف الأماكن العامة وتستهدف رجال الأمن وكذلك تقويض الأمن وضرب الأمن الوطني في مملكة البحرين. طبعا هذه الخلية تم تدريبها في إيران على يد الحرس الثوري الإيراني، وتلقت كذلك تدريبها في معسكرات في العراق وفي البقاع اللبناني على يد بالتعاون مع حزب ما يسمى بحزب الله. طيب سعادة النائب، ما بعد عمليات الاعتقال، الكشف عن الخلية، عمليات اعتقال، ما الذي يحدث؟ طبعا بعد التحقيق مع هؤلاء من قبل النيابة العامة، أول شيء الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها، ثم تقوم النيابة العامة بالتحقيق معها وتحويلها إلى القضاء العادل الذي سيقوم بمحاكمة هؤلاء الإرهابيين حسب الأدلة وحسب المعطيات والبراهين التي ستقوم النيابة العامة بتشكيل القضية. وهذه أعتقد القضية مكتملة الجوانب من جميع بالأدلة والبراهين، فأعتقد أنه سيتم إدانتها من قبل القضاء البحرين. أنا أشكرك جزيلا من المنامة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سعادة النائب جمال بو حسن، شكرا جزيلا لك.